في داخل مقر الصليب الأحمر في مدينة غزة، يعتصم ذوي الأسرى لإيصال رسالتهم إلى العالم بضرورة التدخل لكف الظلم عن أبنائهم في معتقلات الاحتلال. والد الأسير محمد الحلبي جاء بعد حكم الاحتلال على نجله بالسجن لمدة 12 عاماً بعد 172 جلسة عقدت له منذ اعتقاله عام 2016. نحن لم نيأس في هذه القضية، بدأنا بالاستئناف، وإذا لم ننجح في الاستئناف سنحرك هذه القضية إلى محاكم دولية. أنا تواصلت مع كل المؤسسات الدولية وكلها أصدرت بيانات، لكن أنتم بتعرفوا أن إسرائيل تعتبر نفسها فوق القانون، ولكن هذا الكلام لم يعني يجعلنا نيأس، بالعكس أننا سنتقدم أكثر وسنقوم بمحاسبة إسرائيل مع الحاكم الدولي. انتصار الأسير خليل العواودة شكل مرحلة مهمة في معركة الحركة الأسيرة في مواصلة خطواتها لنيل مطالبها وكسر إرادة السجان، ليمضي الأسيران الشقيقان أحمد وعادل موسى في ضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 30 على التوالي في معركة جديدة يخوضها الأسرى مع الاحتلال. هناك أسيرين مضربين عن الطعام منذ 29 يوما، وهو الأسير عدال وأحمد موسى، في ظروف صحية واعتقالية صعبة للغاية، بحاجة إلى يعني تدخل كل الفلسطيني وتدخل كل المستويات السياسية والمجتمع الدولي من أجل أن يكونوا أحرارا وأن يعالجوا في المشاكل الفلسطينية وأن ينهوا سياسة الاعتقال الإداري. اتصال الأسير خليل العواودة بعد 172 يوما من الضرب في ظهر الطعام هو شكل يعني انتصارا جديدا للحركة الأسيرة، ويؤكد بأن صمود الأسرى ومعاهم الخاوية هي من تجبر الاحتلال الإسرائيلي على تحقيق مطالب الأسرى. المعتصمون طالبوا المجتمع الدولي بضرورة التدخل لرفع الظلم عن أبنائهم في ظل الممارسات الإسرائيلية الخطيرة التي يعاني منها الأسرى داخل المعتقلات، أهمها سياسة الإهمال الطبي، حيث يمعن الاحتلال في انتهاك حقوقهم نتيجة لعدم توفير البيئة الصحية المناسبة للعيش الآدمي. كان هناك مخطط لدى الأسرى الفلسطينيين أن يخوضوا إضرابا مفتوحا عن الطعام، ولكن نتيجة الحوارات ونتيجة المفاوضات استطاع الأسرى أن ينتزعوا موافقة أو أن يقوموا باتفاق مع مصلحة السجون أن تنهي سلسلة من الإجراءات العقابية التي تستهدف أسرانا، ومن هذه الإجراءات قضية التنكلات التعسفية للأحكام المؤبدة كل 3 أو 4 أشهر، العقابات المالية، العزل الانفرادي، التفتيش الليلي. يطالب أهالي الأسرى إذن بضرورة إيصال صوتهم إلى المحافل الدولية وتدويل قضيتهم من قبل المؤسسات الدولية والحقوقية في سبيل رفع الظلم عن الأسرى كافة في سجون الاحتلال. من داخل مقر الصليب الأحمر في غزة، عمرو الدهودي، تلفزيون فلسطين.